متابعي قناة الرشيد الفضائية، مثل ما وعدناكم مواكبة الحدث أينما كان في العراق، نحن الآن في تغطية خاصة للمعتصمين من داخل ساحة الاحتفالات الكبرى وسط بغداد. فضائيات الفضائيات خلي طلعن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للجيش العراقي والقوات الأمنية والمحتسبين. نطالب كل إخواننا المحتسبين والشرطة والفضائيات. فإحنا كشعب، كشعب نمثل الشعب، كل الفضائيات. ونشكر قناة الرشيد حبيبي، حبيبي كل الفضائيات حبيبي. احنا ناس احنا محتسبين حبيبي. الشعب مثقف، المحتسبين مثقفين، الجيش والشرطة معانا واحتسام بيضاء، ونطالب بحقوقنا. ما نطلع منها اذا ما حق مشروع، وكل وداحتك احنا قضينا واحد، هدفنا واحد، لا جيش ولا شرطة، هدفنا البرلمان. يصوتون على الكابينة الوزارية ونخرج من باب الخضراء، من باب الخضراء بيضاء، وندخل بيضاء، ونعاهد سماحة السيد مقتدى الصدر ابو الاصلاح ابو الشعب، واحنا معاه وكل العراقيين سنة وشيعة وتركمان. فيا اخي، يا اخي ملينا، يا اخي بشرفك الحديقة ماتوا عليها تبريد، بشرفك مي يغسل بيه شعاره وبحي طارق وبكل محافظات العراق مي يشربون خيس. اين العبادي؟ احنا مع رئيس الوزراء، واحنا مع الدولة، ونشكر الدولة، ونشكر قائد عمليات بغداد. انتم جاؤونا من اجل هدفنا البرلمان، بس هدفنا البرلمان. خاصة لسماحة السيد القائد مقتدى، لك خجلوا على نفسكم، لك احنا اخوانكم عراقيين، مو باسم الشيعه مشانه، انا امشي ممثل الشعب، السيد كل الشعب وياه، واحنا باقيين واحنا سلمية. لا احنا باوعي، احنا حبيبي، احنا باوعي الحج، الحج الشعبي، الحج الشعبي القوم هناك. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اوجه سلامي الى الشعب العراقي الابطال الذين حققنا الانصار. الشعب العراقي يريد نعم للاصلاح، ما عندنا شيء، لا ويا الامنيه تحمي المواطنين، تحمي الشعب وكل العراقيين من الفاو للشمال، سنه وشيعه وتركمان وكنا اخوان ويد وحده وناكل سوا. احنا نطالب البرلمان، البرلمان نهبنا، كسرنا البرلمان، يصوتون على الكابينه ويقولون هاي خدماتكم وهذا العراق نسويه يسهي. والله العظيم الله محمد وعلي ويانا لهالتنا، بس والله الى ما سووا البرلمان ما صوت للشعب العراقي ويخليه يرتاح. الشعب العراقي مظلوم 13 سنه يعاني الجريح، 13 سنه الجريح العراقي، الشارع العراقي 13 سنه جريح، ولكم ليش هيك الدولارات وين وديتوها؟ الله اكبر، الله اكبر، والله عم جاي نستخطيكم. السيد القائد حفظ الله ورعاه قال جيجاره ما نخلي تروح للدوله، لا للدوله ولا للشعب، والله والله والله. والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير ترهبون عدو الله وعدوكم. صدق الله العلي العظيم. نحن هنا محتصمين في الخضراء وأمام مجلس النواب، تلبية إلى قائدنا الجسور النزيه مقتدى الصدر. احنا جئنا للإصلاح وجئنا لإخراج الفاسدين الذين امتصوا دماءنا ورصدوها بالبنوك الأجنبية. جايين احنا من قبل السيد، احنا ما نطلع من الخضراء إلا أن يصوتون على الوزارة الذي انتخب السيد الصدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظ جيشنا وحشدنا الشعبي وقواتنا الأمنية والأمنيين بالذات اللي تعاونوا ويانا. وأرادة الشعب لا تقهر، أرادة الشعب لا تقهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. والسلام عليكم ورحمة الله. إذا أحبتنا المشاهدين، الناس اللي مستمرين معكم في هذه التحية خاصة عبر شاشة قناة الأشرف. بس هاي القناة العظيم، بس هاي القناة تلقى الصحيح والله. وين القنوات الباقية؟ وين القنوات الباقية؟ وين؟ كلها خاتمة، تعال وين هذه؟ هذا صعب. تعال 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 على القنوات. السلام عليكم. أحبتنا المشاهدين، متواصلين وياكم بهذه التغطية. هناك بعض النقاط المعتصمون أشادوا بدور قناة الرشيد الفضائية بنقلها الحدث أينما كان الحدث، وبعض التعليقات. نعم أمرني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يسلمك. شنو اللي هسه تقوله؟ بدي أقوله على بعض النقاط والقوانين اللي معطلة في مجلس النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا هسه حاليا اول شيء المتظاهرين في الخضراء مطالبين بالبرلمان فقط، ما نريد شيء من البرلمان. البرلمان يصوت كما قال السيد الصدر، الكابينه على الكابينه الوزاريه تقن القرارات اللي نريدها نهائيا. ما كل الاحزاب، احزاب ماكو، محاصصه ماكو بالعراق. لا هذا احزاب ما نريد، محاصصه ما نريد. نريد البرلمان يصوت على الوزراء تقن القرارات، ولا واحد من الاحزاب. هاي اللي نريدها كما قال السيد مقتدى الصدر. واحد. اثنين، البرلمان متفرغ، التدخين ممنوع، الججارة ممنوع، البحار ممنوعة، وعايف الفقراء الشهداء. أنا عندي اثنين إخوان شهداء، ماكو حقوقهم، ما موجودة. هاي وحدة. اثنين، حقوق الفقراء ماكو، الفقراء ترس العراق. ونطالب من شعبنا العراق أن يتظاهر في هذا المكان، ونطالب من البرلمان أن يحقق كما قاله السيد الصدر. البرلمان يصوت على حكومة التكنوقراط من الوزراء. بس عمي الحكومة طافرة، البرلمان طافر. اسمعني، الحكومة طافرة، البرلمان طافر. الآن اللي يحكم هاي الثوار هنا اللي تحكم، اللي يحكم هذول اللي يحكمون اللاجئين المظاهرين والشباب الثوار. يعني اربط لك سالفة على حكومتنا ويا السودان. صارت انتخابات بالسودان، اجام احد الاشخاص قالوا منتخبوني، قالوا منتخبوني وتشن تردون، تشن تردون من عندي اعملكم بيه. فحلف لهم بالدين وبالشرف وانتخبوه، صار رئيس دوله. اول 4 سنوات ما شال تكرم النفايه من الشارع. صار خلصت 4 سنوات، كل قوي للزمانيه لينو. فخلص 4 سنوات قاموا يحكون مثل ما هسه احنا قمنا نحكي، ونغلط مع احترامات لك ونسب، وهنا أنا معتصمين. لا لا لا، احنا ما قصر الحكي مالنا. لا لا احنا بخدمتك. هاي وحده على الفاسدين، مو على غير شيء. هاي وحده، هاي وحده. طلع لهم ظهر صوره وصوت، قالوا له ليش وشنو سويت؟ وين يمينك؟ وين شرفك؟ وين اللي قسمت به؟ ايش قال لهم؟ يعني حكايه حلوه لطيفه. قال لهم رحت جوعان. قالوا له حاليا؟ قال لهم الجيش شبعان، وبعد جيل جيلي ما احتاج ولا اي شيء منكم. قالوا له المطلوب؟ قال لهم انتخبونا مره ثانيه حتى اوفي الدين مالي والشرف، الكلمه الشرف اللي اعطيتكم اياها، وحتى بالخصوص راتب الخاص الي اعطي لي الفقراء. رحمه على والدك، صار له 13 سنه شهداء قاعد تجر منك ومنه، اخوك واخوي واخو ذول الولد كلهم. النسوانه ارملت قامت تمديتها. اسيلك بالله ورسول، يا ما عنده شهيد، اسيلك بالله ورسول، شنو ذنبنا؟ لا بروح حسين، وانا اسالك الدعاء، واسالك الدعاء. عيني صور، صور التبريد، صور. بسم الله. السلام عليكم. السلام. مطالبنا طبعا احنا اولا الغاء باعتبار رئيس الجمهوريه راعي الدستور. نطالب اولا الغاء مجلس النواب، حل مجلس النواب نهائيا وقطعيا. لان اولا اللي شفناه يعني فشي ما يوصف. 328 نائب ما يحضر من عندهم 180، الامتيازات والاموال والحراسات. يعني انا حسبتها حساب عرب، كل نائب يكلف الدوله 50 مليون دينار بالشهر.
عدا رئيس النواب واعضاء مجلس النواب، كل واحد اموال طائله. يعني طبنا للبرلمان حوالي قاعه بها 60 سبلت يا ناس، 60 سبلت يعني تبريد. احنا طبنا بينا 500,000 تبريد، ما حسينا بالحر، ما حسينا بضيجه الخلق. اذا احبتنا المشاهدين، لازلنا مستمرين معكم في هذه التغطيه الخاصه من شاشه قناه رشيد الفضائيه لليوم الثاني على التوالي. ابقوا معنا. صور التبريد، خلي يشوفونا. الشعب منتصر، الشعب منتصر، وين ما يعلنوا الظالمين. عليهم هيله، عليهم هيله، الجيش بعده بحيله. المشاهدين مستمرين معكم في هذه التغطية الخاصة لليوم الثاني على التوالي لتظاهرة المعتصمين داخل المنطقة الخضراء وفي ساحة الاحتفالات الكبرى. معي الشيخ رافد. شيخ رافد السلام عليكم. الله عليكم السلام ورحمة الله. أهم المطالب اللي أنتم تطالبون بها، وهل هناك آلية لخروجكم من ساحة الاعتصامات أو ساحة الاحتفالات هذه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا في الحقيقة أنه الجماهير دخلت إلى المنطقة الخضراء للمطالبة بحقوقها، وأهم شيء وأول شيء هو إزالة المفسدين وإزالة السراق، من سرق الشعب العراقي ومن انتهك حقوقه وحرماته وإخراجهم. هذه المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية إبدالهم بناس خيرين، وهؤلاء الناس الخيرين إن شاء الله نتأمل أن يحققوا مطالب الشعب العراقي. أهم المطالب اللي تدعون بها اليوم، هل معها حكومة التكنوقراط التي جاء بها رئيس الوزراء، أم هناك آليات أو نقاط على البرلمان ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية؟ طبعا هو المطلب الأساسي، المطلب العام الأهم، هو إبدال المفسدين بالخيرين. نعم. وإعطاء
حق الاختصاص، باعتبار انه هذا مطلب عقلائي انه صاحب الاختصاص هو الذي يتولى المنصب. الحكومة السابقة كانت حكومة محاصصة، تأتي بشخص الذي تابع إلى حزبها سواء كان مختصا في هذا المجال، مثلا وزيرا للموارد المائية، وزيرا للعدل، كذا، ليس من اختصاصه تلك الوزارة، مجرد أنه قريب من هذا الحزب وهذه حصة الحزب، يأتون بأي شخص مهما كانت شهادته ومهما كانت خبرته، مجرد أنه من حصة الحزب وأنه يعطي نسبة أو حصة أو مال لحزبه ويكون فيكون مقبولا ويكون مؤيدا من ذلك الحزب ويوضع. شكرا جزيلا. أحبتي المشاهدين، نلتقي لحضور مجموعة كبيرة أيضا من أبناء المعتصمين أو المتظاهرين داخل ساحة الاحتفالات الكبرى. سلام ويانا ايضا من ابناء محافظه الموصل مهجر هنا يتظاهر وسط ساحه الاحتفالات الكبرى. سلام عليكم. انا متظاهر من الموصل. نعم. جيت هنا لمطالبه الاصلاح. نعم. الاصلاح الجذري والترقيعي. نعم. ونتمنى من الله تعالى ان ينصر الشعب العراقي على قوم الفساد والظالمين، وهذا ما نتمناه وهذا كل ما عندي. من وين الموصل؟ من موسم الحمداني سالينا. نعم. شلون الاوضاع هناك هسه؟ والله حاليا نعم اوضاع مو زينه. بدا التحرير بها لو بعد يعني قربوا ان شاء الله. خطوه طيبه يبدا ان شاء الله. خطوه اي والله. ان شاء الله لحد ما صار الخطوه الاخيره ان شاء الله. شو جماعه ولا واحد منهم دقيقه جماعه ناخذ هذا اللي يروح زياره. تعال بسم الله. تروح هسه قبل كل شيء. الموسى بن نجاح يلا زياره مقبوله قبل الله اعماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم دخلنا الى المنطقه الخضراء. نعم. وهي منطقه الخضراء هي ملك الشعب وليس ملك هذه الحكومه الفاشله. اليوم دخلوا ليش التيار الصدري، يقول لك هذه التظاهره من التيار الصدري، دخلوا جميع الطوائف والاقليات، المسيح والشيعة والسنه والصابع والازيديه والتركمان والشبك وجميع الاقليات وجميع الطوائف. اليوم نحن سلميين، ليس عنف عندنا. وقال سيدنا القائد مقتدى الصدر سلمية إلى النهاية. كل قناة تطلع تقول عنف، لو فتشيل المقاعد كسرناها. لا، إحنا كش ما سوين، إحنا حافظنا على الممتلكات العامة. نعم. وزائدا حافظنا على الممتلكات الخاصة، مو بس الممتلكات العامة، الممتلكات الخاصة. وهذه ملك للشعب العراقي، هذه الأرض هي ملك. وأشكر هذه القنوات المجاهدة، أشكر هذه قناة الرشيد هي المجاهدة، والقنوات الباقية التي تأتي هنا القناة. الله يسلم. شكرا جزيلا. نهني ونبارك إلى السيد القائد مقتدى خير بهذا النصر الكبير. نعم. والله العظيم هذا النصر بحياته ما شايف ايش نصر. لان نصر على الظالمين، ذولا ظالمين حارمين عايشين برفاهيه. يعني هسه احنا طبين المنطقه الخضراء ما نعرف شنو هاي الاجواء اللي بيها. نعم. حمراء عم هاي الحمراء طبين عايشين بنعيم ذولا، واحنا عايشين بالتفجيرات بالارهاب بالقتل. والله العظيم ذولا عايشين بنعيم، واحنا العراق كله عايش بفقر. هنا الخضراء ماكو، اليوم نقلبها غبراء. وشكرا لقناة الرشيد. اقول بسم الله الرحمن الرحيم. اوصل كلمة لقناة الرشيد. اقول اسمعوا، هاي طابة جديدة، مودة جديدة للعراق. او رايح الاخ للمستشفى ما يصرف فلوس، يطب للمستشفى او على حساب الدولة، يطب احد الله مصلي قصب باص ب5000، خلصنا من هاي. تطلع لغادي ابره ب3000، تطلع تاخذ اشعه سونار ما تحليل ما هاي، انت رايح للمستشفى تجيب لك 25000 وراجع. نعم. للمستشفى. هاي المستشفى الفلوس هاي ياخذونها. بس خلي احكي اخويا، خلي احكي. الاسعاف يحول المريض 25000، هاي يحول المريض 25. وياه اسمع عفنا من هاي المحلات يفترون عليها اجار سنوي يحسب كل جلوب 25000، هاي خاصة بالناصرية محافظة ديقار. من الناصرية أنا خاصة محافظة الناصرية. يجي على المحلات عندك قلوب هذا 25 قصة وصل كم قلوب. يجي هو أبو الكهرباء، أبو الكهرباء نفسيته هو يجي لي أنا ويقص بالوصولات. زين ماكو وصولات، ماكو ورقة إصدار شهرية موجودة عندنا موجودة. قلنا نقول له نبير أحجوك مصر. خليك يا أخوان، خليك
يعني لا هو مغزك الا هو مواطن ما عنده يعني العاطل يعني عنده يريد يعيش عنده ملابس هو بيش يبيع القطعه يبيع 10000 15 يعني يبيعها 15 منين يجيب له هذا منين يجيب له بس فهمني شكرا جزيلا بس حكايه بس حكايه شكرا جزيلا السلام ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم نشكر قادل بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الجماهير العراقيه طالع في حماس نشكرهم على هاي التظاهر هم رادوا يقسمون لنا ثلاثه شيعه وسنه وكراد حسن احنا ما نتقسم شي جاي يزور وشي قاتل وشي هنا ببيوته رجعه ونشكر قناه الرشيد ونشكر هاي القناه قناتكم حبيبي نشكر استنك عمو تعال شيخنا يمنك تعال السلام عليكم عمي اكو مثل عند العرب قال له تستحي قال لا قال له اعمل ما تشتهي ما يطلعون هاي العالم القاعده بالتنك الفقراء زمن عبد الكريم قاسم قالوا له باكو شغل عمل قال سوي شارع فلسطين خل تشتغل العالم هاي الشباب كلها عاطلين العمل بس بوق ملتهين والتبريد وحرام عليهم وذولا عمي ما كثريتهم ماكلين لحم خنزير الماكل لحم خنزير ما عنده غيره على وطنه ولا على ابنائه ما يجوز يا عمي ما عالم الفقرة يا عمي وزع الزعيم الجيزر يشتغل النهار كله شوف الكهرباء باوع عليها باوع هذا يقول الجيزر عمو السلام عليكم عليكم السلام من بغداد من محافظة بابل ناحية الحمزة الغربي عليه السلام يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا اليوم أهم المطالب اللي تنادي بها والله احنا المطالب احنا مطالب عامة تشمل كافة فئات الشعب الشيعة وسنة وكل فئات الشعب وهذه الحكومة التي جاءت وخدمت كما نقول العراق لا خدمته لأجل مصلحة العراق وإنما خدمته لأحزابهم ولأنفسهم ونحن تظاهرنا في ساحة التحرير واحتصمنا ويوم أمس دخلنا إلى مقراتهم هذه مقراتهم الفاسدة التي كانوا يحكون فيها مؤامرات لأجل أن يضهد الشعب وأن يدمر الشعب وحقك الفلاح بتدمر لا 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 محصول ياخذونه من عنده يعني هسه تصور هسه الخبر الجديد تعرفون ايش الخبر الجديد محصولك مال الحنطه والشعير السلمه للدوله او تتعهد ما اريد فلوس هسه بالجديد وانا متعهد عن كلامي الفلاح تطي محصولك للدوله او تتعهد بكتاب انه ما تداعي بالفلوس عمو هذه المعلومة أكيدة معلومة أكيدة محافظة بابل سلمت المحصول مالتك وتعهدت على وصل بأن أنا ما سلمت ولكن أصحابي سلموا إجوهم قالوا لهم تطون محصولكم لكن تتعهدون ما تداعون بالفلوس كما ذولا يداعون اللي صار لهم سنتين يطلبون أموال مال الإذرة محصول الإذرة ومحصول الحنطة والشعير ومحصول الشلب لحد الآن ما منطين فلوسها ما منطين مال موسميا احنا ونطالب بحكومه شلع قلع والريد نطالب العبادي ان يشكل لجنه ولحل الدستور وانتخابات مبكره والريد شكرا جزيلا نعم تعالينا بسم الله الرحمن الرحيم رسالتي انا اوجهها لمن لزوار موسى بن جعفر انا خادم من خدام الحسين فرساله اذا تريد تحبون الاصلاح الامام موسى الكاظم طلب الاصلاح وهذا هو الاصلاح والما يجي وعتبي عليه المراجع ما تطي فتوى او تنزل بين هذا الاصلاح ليش قعدت سيد القائد مقتدى الصدر والله سوف يشككم لجده رسول الله مثل ما قال محمد صادق الصدر سوف اشككم لجده رسول الله وعتبي على الناس اللي قاعدين هسه لا عندهم لا شغل ما عندهم كانما ما صاير شيء وهذا باع الخضراء طبينا بالخضراء وليس خضراء وانما اوروبا والله الحنفيه فتحت الحنفيه لقيتها ماي ثلج ليش الله يرضى بنادر بسم الله الرحمن الرحيم يا حمايات سليم جبوري انت من حماياتك ها نعرفهم احنا مخصصاتكم كل سياره مليون وانا رجال شنو تاكسي وكل ما اطلع كل ما افتر ما حصل للدينار فانت مخصصاتكم الدهن والبنزين ها كل شهر مليون وانت مراتبكم مليون
تاج قلت انت ماخذين نص الميزانيه، هاي سبع قصور، هاي حي طارق، جميع المحافظات لا بها مشاريع لا بها مياه لا مي زين، انتم شنو قولوا لنا حل مالكم شنو انتم؟ انتم بريطانيين فرنسيين قولوا لنا. نحن نفوض السيد القائد مقتدى الصدر بتشكيل الحكومه لان هاي حكومه نهب بوق من بدوله لحد الان بس سرقه ونهب لهم مخصصات لهم كله لهم، فاحنا نفاوض ونطالب سيد مقتدى الصدر ان يشكل لنا حكومه لان بس هو الشريف وثب شرافيته ونازل هيته للعراق، واحنا نطالب السيد القائد مقتدى الصدر بتشكيل حكومه. وشكرا جزيلا لك. عمو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تعال هنا اخرناك شويه. بخدمتكم حبيبي. لا بخدمتك. عمو اليوم تجي الظاهر ويا المتظاهرين مساحه الاحتفالات الكبرى، شلون شفت الاجواء هنا؟ والله حقيقه احنا اولا نعزي صاحب العصر والزمان ونعزي مراجعنا الكرام ونعزي السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله باستشهاد الامام موسى الكاظم سلام الله عليه. سلام الله عليه. احنا حقيقه عبنا الزياره واجينا هنا نتظاهر ضد الفاسدين والفسقه والفجره اللي اجونا على الدبابات واستلموا الحكم. نعم. وشغلتهم شغله سياسيه مخربطه، ها؟ واحنا نريد نعلمهم على الادب والاخلاق ونعلمهم شلون يحمون العراق وشلون يقومون بقادة العراق. احنا قادة العراق واحنا اللي اسسنا العراق. نعم. والعراق اعظم دولة اللي موجودة بالعالم كله، عرفت لو لا؟ ذول ذلوا العراقيين وذلوا العراق ونهبوا اموال العراق وسلبوا خيرات العراق كلها، العالم قاعدة بطالة، عرفت لو لا؟ النهب والسلب والقتل صار ليش؟ نتيجتها الفقر، ذول سووا بلادنا كلها فقير ليش؟ فاليوم صار الشعب وبغضب ودخلوا الى الخضراء ودخلوا الى البرلمان ودخلوا هاي السيف هاي السيفين اللي 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 موجوده عندهم هنا بنعيم وقاعدين بنعيم. اليوم نريد واحد من عندهم هنا يجي ندوسه بالقندره وننعل والدي. شكرا جزيلا. اذا احبتنا المشاهدين لا زلنا مستمرين معكم في هذه التغطيه الخاصه اليوم الثاني على التوالي، ابقوا معنا. هاي حمام مجانا من الخضراء للشعب العراقي لأول مرة الشعب يسبح بالمنطقة الخضراء. نعم. ماي زلال وجاري ودفع كلش قوي وظل العالم هناك بالمحافظات كاتل دوش مال البيت مو 100,000 مرة هني يالهم عمي ذول هل شوفهم شلبين بيهم كشف ما زلال صالح للشرب ونعمة من الله لعبون بها الحرامية بس إن شاء الله شلع قلع ان شاء الله تحت امر السيد القائد مقتدى الصدر. نعم. شكرا.
اهلا وسهلا. احبتنا المشاهدين، راح نتجول بكاميرتنا داخل مخيمات او ساحات الاعتصام من ساحه الاحتفالات الكبرى، ابقوا معنا. السلام عليكم، شلونكم يا شباب؟ دقيقه وياكم. اهلا وسهلا. الحمد لله، الله يوفقك. جاي نوزع شاي هسه. الكاميرا هذه مالتنا، كاميرا الرشيد. اهلا وسهلا. شلون صح؟ الحمد لله، الله يوفقك. شلون الاجواء هناك؟ والله الاجواء تشوفها اجواء زينه، وتعاون الاجهزه الامنيه معك وش عندنا ومرتاحين. نعم. واعتصامنا مفتوح، ما عندنا شيء، واحنا نطالب البرلمانيين اللي كانوا معتصمين او اللي طلعوا، هم هذول السياسيين نفسهم متفقين بيانات رسائل الكتل مالتهم. نعم. انه يخربطون الوضعيه ومصالحهم، لا يردون يسوون اصلاحات حقيقيه، وانما هم بس يردون مجرد هذا رئيس كتلته قال افتح لك فت قضيه حتى شنو؟ تتخربط الوضعيه كلها. نعم. وباقي الدول اللي بدلوهم الكابينه الوزاريه قبل كم يوم، الاربعه دول ترى ما لهم اهميه، حقيقه ما لهم اهميه، والباقي كان الاكراد وكان كتله المواطنين وكان كتله الدعوه، هم ما يردون بعد اصلاحات نهائيا، يردون يفشون المشروع. نعم. الاصلاحي لكل العراقيين، لا اكثر ولا اقل. هذا شكرا جزيلا. اهلا حبيبي، الله يخليك. الشاي اللي يضرب سراهم تنطي شاي؟ لا لا ما اعطيه بس بالسراه. اي شوف يعني نظام قلع القانون. لا النظام اهم شيء، اهم شيء النظام عندنا، اهم شيء النظام. شوف شلون النظام حلو ومرتب. خالي جواك الله ابو علي. والله حالك خير. بس العاشه فينا. لا مو بالسراه، لا يجي يا ولد. بارك الله فيكم. عليكم. عليكم السلام عيني. والله الرشيد القناة المفضلة، ونشكرها على جهودها، وبكل الحدث هي موجودة ويانا، واشكرهم. عراقية صحيح، الرشيد عراقية صحيح وموالية لكل عراقي ولا طائفية، وبارك الله بهم. وبيك البركة. الله يسر عليكم ان شاء الله. هذه قناة ان شاء الله، قناتكم هي، لان ان شاء الله ابتئنا نكون بسط الحدث ونقل الحقيقة للمشاهد العراقي ان شاء الله، خصوصا مشاهد قناة رشيد الفضائية. والله شاهدناهم ويانا بكل امورنا، يعني بالزينه وبالعوز بالعطش، والحمد لله ماكو شيء، لا عطش لا جوع، وبخير من الله. وجايين ان شاء الله نبدل المفسدين، لا للطائفيه لا للمحاصصه، عراق واحد، اخوان من الموصل للبصره، كل احنا اخوان واحد، لا سني ولا شيعي ولا مسيحي، كل اخوان، الكل اخوان احنا، والعراق عراق الكل، مو عراق واحد. وذول مفسدين وباقوا البلد ناس مهيمنين جاثمين، وان شاء الله العراق الكل الشعب ثار بعد ما يرجع، لان بعد طلعت الشمس على قول تهنى على الحراميه، وان شاء الله ما نتراجع. ان شاء الله العراق باقي بيكم بوحدتكم، متماسك بكل اطيافه ان شاء الله. مهما عسكري نازل مجاز، وعندي مريض على وساده الموت، نزلت البارحه مجاز من التاجي وما رحت لاهلي، والله وعندي مريض على وساده الموت، قلت حالي حال اخوتي العراقيين. عسكري انا وهو يا جماعه، قلت مو عسكري داخل، قلت لهم والله لو مو راتب، لان انا داعي على كل عراقي من الموصل للبصرة، كل عراقي، الكل اخواننا، المصطاوي والرمادي تكريت كركوك، اول ما بديهم على الناصريه والناصريه هم الي. احنا لو القوات الامنيه ما نقدر ننام الليل ان شاء الله. جالكم وجالكم ان شاء الله. ان شاء الله الكل احنا ايد واحده، القوات الامنيه والشعب العراقي. امين ان شاء الله. الا اللي ما عنده غيره ما يساند الشعب، بس اللي ما عنده غيره، لان العراق واحد، وان شاء الله اخوان على كل طاغي ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيكم، مشكورين الرشيد. الله يسلمك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زين انت ليش تزاغل اربع قواصات؟ الجماعه يحتاجون، لازم اوصلهم شاي غير اخدمهم. اي شلون؟ عليك تخدم جماعتك واصدقائك. الحمد لله. شكرا جزيلا. شلون نشوف الاجواء هنا؟ الحمد لله، نعمه نعمه، الحمد لله، الحمد لله، كلش مرتاحين، الحمد لله. شكرا جزيلا. تخدم شاي؟ شو بطل ليش؟ بكفيك قواص؟ تقريبا. شلون نشوف الاجواء هنا؟ والله الاجواء يعني جيده جدا، بس احنا تكون مطالبنا واضحه. نعم. وزراء تكنوقراط، كلا للطائفيه، كلا للتحزب، كلا للعرقيه، برنامج حكومي واضح اصلاحي جيد، نطالب رئيس الوزراء هو المعني بهذا الموضوع، هاي مطالبنا.
ونعم للشعب العراقي. وصلك السراق، شكرا جزيلا. شكرا يا حبيب، جهودك مبروك ان شاء الله. السلام عليكم. تفضل قول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يخليك، الله يديمك، رحم الله والديك. تعال يا حلو يا منا. تعال حمودي. مطالبك. انا مطالب اولا انتظاري انت، مو بس تيار صدري. نعم. يعني من جميع الفئات وجميع والعلمانيين كلهم شاركه بيها. نعم. اكو يعني تيار الصدري طلع، جماعه سيد مقتدى الصدر طلعوا، بالعكس كلهم شاركه بيها، ناس نعرفهم احنا وهواي مشاركين من جميع الفئات. نعم. نساء رجال، لا يوصل الاعلام صوره انه بس جماعه سيد مقتدى الصدر هم طالعين، حقيقه هاي دقنها وذا تريد تشوف هواي ناس. شفنا احنا ما معقوله هاي الجموع كلها بس تيار صدري، يعني هاي كل الطواف والاديان. زين الله يخليك، الله بس هاي الرساله توصلنا ان شاء الله. توصل ان شاء الله. شكرا جزيلا. نعم. السلام عليكم. صور لنا الشباب. احنا باقون ان شاء الله. شيخنا السلام عليكم، ابقى مكانك، انا انزل لك. الله حياك الله، الله يحفظك. الله يحصير منا. شيخنا مرتاح بهاي القعده؟ والله مرتاحين، جيد جدا والحمد لله والشكر. واعتقد الشعب اليوم دخل دخول سلمي الى المنطقه. نعم. الخضراء، وسماحه السيد القائد اوكل الامر الى الشعب وقال الشعب هو صاحب القرار، واحنا دخلنا برحابه صدر وسلميه وما اذينا احد ولا عبثنا ولا سوينا اي مشكله مع اخواتنا القوات الامنيه، ولكن ننتظر من السياسيين ان يعوا ويصحوا على انفسهم ويلبون مطالب المتظاهرين ونرجع لاهلنا. ما عندنا اي شغل. هل هناك مطالب اخرى غير التي دعوتم لها الى تغيير الكابينه الوزاريه؟ لا لا، ماكو اي مطالب، ننتظر من سماحه السيد اذا اكو شيء. هو الاصلاح الجذري. نعم. شلع قلع. شلع قلع. شكرا جزيلا. اذا احبتنا لازلنا متواصلين وياكم وهذه التغطيه الخاصه. نعم نسمع رسالتك. قنوات قنواتنا بس بدون لا لا تجاوز. ماكو تجاوز ان شاء الله، بس احنا نقول لهم انه هذا العراق الجديد ان شاء الله. نعم. بقيادة المصلح العراقي السيد القائد مقتدى الصدر. نعم. فان شاء الله نريد وقفتهم ويانا، لانه باكر راح ينفضحون، راح يعرف تنعرف الحقيقه من الزيف، ويعرف اللي القناه اللي وقفت ويا الباطل واهل الباطل، والقناه اللي وقفت مع الحق واهل الحق. والله قناه الرشيد وقناه السومريه نشكر من عندهن وقفا مع المظاهره والمتظاهرين والمعتصمين، وموفقين ان شاء الله، الله يوفقهم. رسالتنا لاخواننا الجمهور العراقي انه يساند اخوانهم المعتصمين ويجون هنا ويانا ايد بايد، ومثل ما السيد القائد مقتدى الصدر استطاع ان يهدم مخططات الغرب والشرق باضعاف العراقيين وتمزيق وحدتهم، واستطاع ان يقول بكلمته الشهيره اخوان سنه وشيعه وهذا البلد من بيعه، استطاع ان يمزق كل المخططات التي راموا تمزيق وحده الشعب العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناه الرشيد. والله امس يعني فرحنا، يعني فرحه، يعني والله العظيم فرحه ما تتعوض. امس من شفنا قناه الرشيد داخل قاعة البرلمان، قناتكم قناة الشعب ان شاء الله. والله احنا نشوف بالشاشه نقل مباشر، هذا اعلام له دور طبعا، هاي من تنقل يعني شيء ما يتوصف. واحنا نطالب قالة الفاسدين والاحزاب الفاسده، هم كانوا شعارهم للاصلاح وللاصلاح، كشفهم سماحه السيد القائد مقتدى الصدر من اقال كتله الاحرار، خلي يحذون حذو سماحه السيد القائد مقتدى الصدر ويقيلون الفاسدين من احزابهم. واحنا هاي الطائفيه بعد ما نريدها، هم سبب الطائفيه، كانوا منا هاي الطائفيه كانت تصير. والله حتى والله امس اختنقت منا من الخضراء وطلعت رجعت للتحرير بعد ما اقدر، هاي دماء سالت من وراهم من هاي المنطقه الغبراء. والله واحنا باقين طبعا، والله العظيم اجواء روحانيه. وهسه طبعا واحد ما يسال واحد انت شنو وهذا شنو. والله يعني الخدمات موجوده وعراق واحد. واحنا نشكر قناه الرشيد ونشكركم مره اخرى والله العظيم، بارك الله بكم. اذا احبتنا المشاهدين، نتجول احنا وياكم داخل ساحه الاحتفالات الكبرى لنقل ماذا يجري في هذه الساحه من تزايد اعداد المتظاهرين في هذه اللحظات. السلام عليكم. أم شلونك؟ هلا
احنا قناه الرشيد الفضائيه. هلا بكم يما، كل الهلا بالمهلي. ايه شريتوا من هسه؟ اريد اسالك ايش عندك هنايا؟ ما عندي، جيت للوطن. الوطن لا يروح مني، بعتونا احنا وطننا، ليش بعتونا؟ وجعنا. ما عاش اللي يبيعك امي. يا يما نبعنا نبعنا والله، باعونا ذولا الحراميه، السياسيين الحراميه اللي البارحه ضحكوا عليهم، انطوهم كلب وخذوا فلوسهم ومشوا. وانطوهم كلب، خذوا فلوس من شو اسمه، مليار ما ادري ايش كثر، ومشوا لاهلهم، وظل هو وكلبه حشاك. تدري لو لا شفتوهم فدوا عينكم انتم يا غنات. رشاد هلا بكم، على راسي على راسي على راسي على راسي. سلمى راسك، واحنا نريد نسمع منك فد بيت هوسه للعراق واهل العراق. من عندك تسمعها؟ من ذن القديمات. القديمات القديمات ما لهن قبل. ما لهن. اي يلا نسمع واحده منك. بيوم فدوا عينكم. ايش اقول انا ادري؟ كيف ايش تقولي؟ كيف ايش تقولي؟ مقبول منك. مقبول منك. حتى لو عندي نسيت. لا ما تنسي، الكاميرا موجوده. شلع غلع. شلع حرامية. شلع غلع كلهم حرامية. شلع قلع كلهم حرامية. شلع قلع كلهم حرامية. شلع قلع كلهم حرامية. الله يبارك فيك. بارك فيكم. بارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالي من هنا، شيل العلم لا تخليه. طبعا احد الاخوان المعتصمين داخل ساحه الاحتفالات وقفنا، قال اريد اقول كلمه للرشيد نسمعها منه. طبعا بالمناسبه نشكركم ونشكر قناه الرشيد الموقره التي تنقل الحدث من داخل المنطقه الخضراء، المنطقه الحمراء كما يسميها سماحه السيد عزاه الله. والان نحن وانتم ونشكر جهودكم بنفس الوقت اللي جاي يبث النقل المباشر لاخواننا الجماهير اللي يطالبون بحقوقنا، وان شاء الله حقوقنا ما تروح، لان هذول سلبوها، وان شاء الله نطالب تسقيط الرؤسات الثلاثه ونطالب بحكومه تقنقرات خاليه من التحزب. إن شاء الله. ونشكركم ان شاء الله. شكرا جزيلا الله لك. امي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون صحتك؟ نزليها انا يعني. عيوني انت. هذا ابنك؟ الحمد لله. شهيد؟ شهيد. فدوه للوطن. الله يبارك فيك. فدوه للشعب. بارك الله فيك. فدوه للسيد، للمرجعيه كلها الشرفاء. اريد وقفه من الله ومن المرجعيه. وتحياتي الخاصه للجيش العراقي. وللحشد ولكل رجل امن ساعد الثوره السلميه. الله يبارك فيك، بيك البركه. وندعم من الله، بس عندي طلب واحد. قولي. اريد من الله لا يسوفوها مثل ذيك المظاهرات. اريد نتيجه من صالح الشعب، الشعب تعب والله يا يابا، والله تعبنا. انا الحمد لله والشكر لا جوعانه ماده ولا جوعانه شيء، بس همي العراق. ابن فدوه للعراق. الله يبارك. اريد محاسبه الحراميه فردا فردا. دا يبرد قلبنا، نخلص من القرعه تجينا ام الشعر. يعني شن هاي؟ والله ملينا يا عمي، والله ملينا. يعني ال 35 ل 13 سنه عادلتها بمضاعفات. نعم. 13 سنه لا شفنا راحه، لا شفنا يوم نرتاح، تنام ببيتك ما مرتاح، تنام ببيتك تخاف. شنو هالوضعيه يا عمي؟ دواعش طببونا اياها، يعني الدواعش من طبوا ولا مسؤول امني حاسبه، لا قنبر ولا ذاك علي غيدان وابو البريه، وهناك كله يفتر بالهليكوبتر بالبريه، منين طبوا الدواعش؟ باعونا يا عمي، والله عرض العالم راح، امر العالم انهتكت، يعني مؤامره علينا على الشعب العراقي، تياب راسه غيره. احنا من زاخو لحد الفاو، شرق وشمال وجنوب، كنا حبايب واهل. عافية صح لسانك. احنا كنا حبايب واهل، وكنا خطيتنا برقبة الكبار. فذول الحكومة ايش قد ما تحكي وياه ما يفيد بيه. عبالك خاسر دماغه. نعم. يا اخي جبناك عون طلعت لنا فرعون، والله فضحتونا. اليوم باكر سوف وسوف وباكر وعقبه، شايف انت مجلس هذا النواب بالمعمم بيجزء القرآن بيطيب، شلون يطب الكلب البوليسي؟ هذا عاد تعلمنا عليه امي. صايره هاي؟ تعلمنا صايره هاي؟ يلا خليني بعد مو بقلبه حكي متروس. جايه منك لهنا، انا جايه منك لهنا. يا منطقه انت؟ انا جايه من بغداد.
اهلا وسهلا، هلا بيك عمي. الارجو من المرجعيه الدرجه الاولى تساند الشعب، تقوم بس قومه، ترى ما بينا حل، ذولا ما يفيدون، يعني الثوب من يعتق بعد يلبس، الشي من يحمض بعد ينكال، يا عمي والله ملينا، ملينا والله يا عمي، وراح نروح احنا بالهاويه، ورايح العراق، بايعي ان شاء الله ما يروح الدستور، ان شاء الله ما يروح الدستور، الدستور السواب رايمر يخرب الاسلام، الدستور جابه برايمر، اكرر مره ثانيه، الدستور جابه برايمر، التخريب الدين وجو بال يعني بالادهم، يعني كلش شادين على العراق، لان يدرون العراق براسه غيره وشيمه، العراق بلد الانبياء، بلد الامام علي، ثوره الامام الحسين، الف الصلاه والسلام عليك يا جدي. جدي موسى بن جعفر ما رحت ازوره، قلت اروح على اهل المتظاهرين وولد اختي اشجعهم، واريد من السيد وقفه ابدنا يشيل ايده من عندنا، لان هو الظهر مالنا، احنا ما عندنا بس الله وهو الظهر، والسيد علي بن ابي طالب الف الصلاه والسلام عليه، وانا ام قصي الشهيد البطل، فدوه للوطن، انا عندي الوطن اهم شيء، والله العراق اموت على العراق، هذا وطني وبلدي، عيب ينذل العراقيين، احنا عيب ننذل عمي. انا ما اريد اشخص بشر، لان احنا من صفتنا تربيتنا ما نتجاوز على بشر، بس يا اخوان يا مجلس النواب كلكم تلاطتكم الرؤساء، تشوفون شركم، خلي العراق يشوف طريقه، واتمنى من الله تسوون دوله انقاذ وطني، اسبوع زمان شهر زمان اكو طيبين وعندنا كفاءه يقفون بيها ويصفوها، ترى الرقعه صغيره والشق كبير والرقعه صغيره، والقران الشريف اي شهر ما تصير، وانا متعانيه منين ومنين ايش قد ماشيه وتعبانه والله، وعندي مسؤوليه برقبتي 16 نفس برقبتي مسؤوليه، وعندي ناس متابعتني سجل على الصغيره والكبيره مني وبيا يغارون من عندي، انا ام قصي والنعم او الله العظيم الفاسد والحرام لازم نقص ايده لكن مالاتنا ويحسون وحلقهم ترول. تحيه خاصه القناه الرشيد التشعر بالشعب، هذه قناتك وطيناك وقت بما فيه الكفايه، على كلامك حلو وجميل، اكو زمله هواي ما تقدر تحكي شويه بعد حبيب قلبي. يلا يلا يابا، والله مو طماعه، والله جايه اساهم بهاي الانتفاضه الحره الشريفه اللي تريد تاذي بشر، اريد البلد يصحى، كافي ذله، والله متنا ذله، ما اريد محاصصه، ما اريد طائفه، اريد وطن واحد، شعب واحد، زين سلميه اريدها، ولا اريد واحد ياذي واحد. قبل ما اختم وياك ابدا اسمع فتشي للعراق، شو تقولي الهوسه من قياتك مال قبل؟ والله لا من قبل ما حافظه فتشي. نعم نعم للعراق، نسمع منك يلا حتى نتذكر بك اي هات من الذله، يقول له اي نسمع سماعي، يقول له ابو هاشم هل موجود؟ شمس الضحى ما تريد شهود، بس هو وحال الدنيا، انا 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 بس هو وحال الدنيا، هو العراق محتل الصدر. يقول للعراق كله ينادي وسيد مقتدى عز بلادي، بس هو يشعر بالشعب، هو لا جوعان ولا نايم بلاي عشاء، بس دربة ابو الشريف، شلون زقره، شلون زقره للزبيدة بالعوتية ونتله فر كلا الامريكا، كلا البايدن يريد يقسمنا، احنا عراق واحد وما حد يجوز من دمه ولحمه. يلا شكرا امي، بارك الله فيك. فدوى سنة وشيعة، هذا الوطن للبيعة، اخوان سنة وشيعة، هذا الوطن للبيعة، اخوان سنة وشيعة، هذا الوطن للبيعة، اخوان سنة وشيعة، خلاص.
عايش. نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. السلام عليكم، عامل شلونك؟ صحتك. تعال يمي. تحية خاصة لقناة الرشيد. تحية خاصة للقناة الرشيد. زين. قناتكم إن شاء الله. الله. القناة المفضلة والشريفة. الله يبارك فيك. شردوا الحرامية. تعال عمي يمي ورا. شردوا الحرامية كلهم شردوا. السلام عليكم. مري ورا حرامي بعد. عليكم السلام، حياك الله حبيبي. أمور الحمد لله بخير إن شاء الله. من البارحة هنا أنت؟ من البارحة موجودين هنا. الأجواء زينة الحمد لله، وصار السيد موجودين إن شاء الله هنا. الشعب العراقي هذا، كل شعب العراق موجود داخل الخضراء، ونحاسب إن شاء الله كل فاسد. ان شاء الله. ان شاء الله. نعم نعم للاصلاح. احنا محاسبتنا كل فاسد والكل ظالم. سماحة السيد مقتدى الصدر، رادنا نعتصم هنا وما نطلع من الخضراء الا للتغيير، الا التغيير، التغيير ان شاء الله. للتغيير ان شاء الله. زين. وهاي شوية والاكبر ان شاء الله قادم، والاحسن ان شاء الله قادم. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا جماهير الشعب العراقي معتصمة للمطالبة بالإصلاح التام والشامل، وإحنا كنا معتصمين بساحة التحرير، والآن نقلنا اعتصامنا إلى ساحة الاحتفالات للمطالبة بالإصلاح. وإحنا وجهنا عن طريق فضائيتكم الكريمة، ونشكركم لمواكبتكم الحدث. هذه قناتكم إن شاء الله. أشكركم وإن شاء الله موفقين. وطبعاً إحنا عندنا رسالة نوجهها، احنا نقولهم اما تقرون كابينه الوزاريه التكنقراط المستقلين اللي تخدم الشعب،
او ما تخدم الشعب ولا عن طريق قناتكم الكريمه اريد تصل للمحافل الدوليه، اذا امتنعوا عن الاصلاحات احنا نطلب من الامم المتحده ومن المؤتمر الاسلامي ان يتبنون انتخابات جديده مبكره، انتخابات مبكره جديده باشراف الامم المتحده وبالمؤتمر الاسلامي. ما نقبل على المفوضيه لانه الهيئه مال المفوضيه غير نزيهه. وعن طريق قناتكم الكريمه نقول لهم اذا يرفضون الاصلاح ويرفضون اقرار الكابينه احنا نتجه نحو الشعب العراقي طالب بانتخابات مبكره عن طريق تكون باشراف مباشر من الامم المتحده والمؤتمر الاسلامي. شكرا جزيلا. نشكر قناتكم. قدام الجماهير، بس قدام الجماهير. بس قدام الجماهير على مود الشعب يسمع. نعم نعم للاصلاح، نعم نعم للاصلاح، نعم نعم للاصلاح. قدام راسه. قدام راسه. قدام راسه. قدام راسه. قدام راسه. سماحة السيد القائد مقتدى الصدر يريد يعتكف شهرين. الاعتكاف اجى مو على مودنا، مو من يمنا راح يعتكف، من ورا الشعب التعبان، من ورا الحكومة الجايفة اعتكف من وراهم. احنا نطالب من سماحة السيد القائد مقتدى الصدر ان يكون هو قائد الاصلاح وسيد الاصلاح ويرجع للشارع ويرجع للمعتصمين. توافقون الرأي لو ما توافقون السيد يرجع. لبيك مقتدى. طالب من كل شريف عراقي يطلع قدام راسه ما يحكم. نعم نعم للسيد القائد، نعم نعم للسيد القائد، نعم نعم للسيد القائد، نعم نعم للسيد القائد. قدام راسه قدام راسه شيله 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 هيك بس مده هيك مده. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. احنا بخير. والسيد القائد ان شاء الله بخير. معنويات عالية. نعم. صار لنا 10 ايام بالاعتصامات. والبارحة ان شاء الله كملنا النصر ان شاء الله. للسيد القائد وللعراق جميعا. ان شاء الله. خلصنا من دول التكفيريين، خلصنا من الوهابية، خلصنا من احزابهم. لان دول لا فادوا الشعب ولا يعني خدمة للشعب. دول أذوا الشعب ما خدموا الشعب. حبيبي الغالي جميع ان شاء الله. ونعم نعم للسيد القائد ونقول له منصورين. شكرا لك. بجهود وجود العراقيين وبجهود هاي القناة الشريفة يعني. هذه قناتكم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. ناشط مدني؟ ناشط مدني. شلون صحتك؟ الله يسلمك. شلون نشوف الاعتصامات هنا؟ هذا بشارة خير اليوم، عرس عراقي جديد. يعني الحمد لله رب العالمين انه اللحمة العراقية كسرت شوكة الفاسدين بتواجدنا نحن التيار المدني. نحن انا من تنسيقية بغداد للحراك المدني مستمرون. ولا اقول اخواننا بل اقول نحن المدنيين ونحن الصدريين، نحن العراقيين. اليوم احنا يد واحدة كسرت شوكة الفاسدين. الحمد لله، يعني انت تشوف العالم كله فرحان اليوم. اليوم باقين هنا من البارحة، احنا بايتين باقين ومستمرون ومستمرين لحين
تحقيق كل مطالب الشعب العراقي. عندنا مطالب كثيرة جدا. ممكن نتعرف على بعض المطالب؟ هي المطالب في تشكيلة الكابينة الوزارية التي قدمت من قبل رئيس الوزراء، أم هناك مطالب أخرى أنتم كتيار مدني؟ المطالب كثيرة جدا. منها احنا نريد إصلاح القضاء، نحن نريد إصلاح القضاء، نريد الرعاية الاجتماعية، نريد عودة هيبة المواطن العراقي واحترام المواطن العراقي، نريد محاسبة الفاسدين. موضوع سبايكر اللي راح به إعلاميا 1700 شهيد بطل عراقي، لكن هو مو 1700، احنا نعتقد أنه أكثر من 2000 من أو من جزء من 3000 مواطن عراقي سرقت الأموال العراقية. نحن نطالب بوزراء تقنقراط، وزراء تقنقراط ذات كفاءة وخبرة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. حذرنا البرلمان أكثر من مرة، حذرنا السياسيين أكثر من مرة، لكن اتضح لنا وبالدليل القاطع أن لا حياة لمن تنادي. فاليوم شرارة التحرير تحولت إلى بركان عبر جسر الجمهورية ودخل إلى المنطقة الخضراء. شكرا، تحياتي. شلعناه وبزو سيد مقتدى، 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 شلعناه السلام عليكم. وبزو سيد مقتدى، شلعناه عمو حبيبي، متواجد انت هنا من البارحة؟ نعم. شو معنوياتك؟ عندك نقاط من اجل الاصلاح؟ طبعا هو اصلاح من كل الحالات، اصلاح خدمات، اصلاح الفاسدين، اصلاح المجرمين، قضاء على الفساد، على المحاصصة، على المذهبية، على احنا نريد اصلاح كلي، نريد اصلاح شلع قلع من رئيس الوزراء الى اعضاء. اول ما يكون سليم الجبوري هو وعونه دور القوى العراقيه المجرمه اللي يشككون. واحنا بدون السيد ما وصل اي شيء. شكرا جزيلا لك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن من قناة الرشيد الفضائية، نحن البارحة طبينا على قناة منطقة الحمراء، طبينا احنا سلميون معتصمين سلميون، من طبينا السيارة الجكسار السوداء ضربت المتظاهرين اثنين وانا متظلمهم، هاي اول وحدة، والاخ الثاني انضرب خطيه ما نعرف شنو مصيره. يعني هذه الاصابه من البارحه؟ هاي الاصابه من عندهم، سووا لي اياها صلاح، ضربنا من عندهم، شنو السبب تشي يضربون؟ ما مسويين شيء، احنا ناس سلميون. بعيدك احنا سلميون. هاي شوف، هاي هم ضربونا. شكرا لك حبيبي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين. لقد انتصرت إرادة الشعب على قوى الظلم والظالمين الذين سرقوا أموال البلاد وسرقوا أموال العباد وعاثوا في الأرض فسادا. وها هو السيد القائد الحاج مقتدى الصدر قد فوض الشعب بين أن يختار الحياة وبين أن يختار الذل، فاختار الحياة ودخل إلى حصونهم فأذل كبرياءهم وأذل جبروتهم وأذل طغيانهم. نعم للعراق، نعم للعراق. إذن أحبتنا المشاهدين، لازلنا مستمرين معكم في هذه التغطية الخاصة، ابقوا معنا. شلعناه
سيد مقتدى شلعناه شلعناه رمزوا سيد مقتدى شلعناه شلعناه رمزوا سيد هاي الشريفة هاي القناة الشريفة هاي القناة الشريفة خلي سمع القنوات المنافقة هاي القنوات الشريفة سلمك شكرا جزيلا إذاعة الرشيد دائما أنا أتابعها وشريفة والله يحفظكم إن شاء الله قناتنا ونحفظكم ونحفظ سيد مقتدى زين ونقاتل نقطة من نار آخر في الدماء إلا تطلعهم بالشلاليق وكل شريف وكل شريف عراقي يطلع كل شريف عراقي يطلع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه ثورة الشعب المجاهد شعب العراق العظيم شعب الحضارة نحن نقول لهم أنتم مفسدون ويجب على محكمة العدل الدولية أن نقدمهم للكفى لأن اسمع هذه الهتافات بالروح بالدم نبديك يا عراق بالروح بالدم نبديك